معنا الآن محمد أمحجور مدير الحملة الانتخابية لطنجة أصيلة عن حزب العدالة والتنمية. أهلا بك سي محمد. مرحبا سي محمد. بغينا نبدأ السؤال ديالنا هو كيفاش تتقرأ المشهد الانتخابي وشنو هي الحظوظ اللي كتشوفوها الحزب ديال العدالة والتنمية في المنطقة ديال طنجة أصيلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة. طبعا أن الحملة الانتخابية هي حملة انتخابية عادية كباقي الحملات الانتخابية الانتخابات الجماعية. طبعا هذا العام فيها المستجد أنها يعني انتخابات جهوية وجماعية في نفس الوقت. بالنسبة لسير الحملة هو سير عادي بالنسبة لنا في إطار الخطة اللي وضعناها وفي إطار البرنامج اللي وضعناه للحملة الانتخابية. بالنسبة للمنافسين الموجودين ومن الأحزاب المعلومة اللي كيعرفوها المغاربة كل واحد بصفته وبإيجابياته وبسلبياته، وبالتالي هذا هو سير العام للحملة الحدود الآن. فؤاد العماري هو عمدة طنجة المقبل في نظرك؟ اللي كيقول هذا الكلام هذا هو يرجم بالغيب. الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى. ما هو مؤكد أننا كحزب رشحنا لكي نكون الحزب الأول، ورشحنا من الكفاءات من تصوروا أنها قادرة على أن تدبر شؤون المدينة، وديك شيء ستتحكم فيه نتائج الانتخابات، ستتحكم فيه نتائج التحالفات في سلسلة معقدة فيها الانتخابات الجهوية والانتخابات المحلية والمقاطعات الجماعية ثم المقاطعات. ولكن من يقول ذلك فهو إما عنده شي ضمان الله يعلمها ما نعرفش كل غادي يضمن هذا الشيء، أو لا يعني يرجم بالغيب. حنا رشحنا لوائح قوية وكفاءات قوية باش ناخذ تسيير المدينة، ولكن اللي عاوتاني اللي كيقول في السياسة أن غناخذها ولا بس عاوتاني حتى هذه ما شداش، بمعنى أن هذا الشيء راهيم بالنتائج وراهيم بالتحالفات. حنا سنعمل كل ما نقدر عليه من إمكانات في إطار الإقناع الساكنة، في إطار حصد أكبر نتائج ممكنة من العملية الانتخابية وترجمة هذه النتائج إلى مواقع سياسية بالتفاوض مع الفرقاء وبأننا نأخذ ما نستحق. كتشوفش بعد المنجزات ديال فؤاد العماري مثلا بحال في النقل، بحال مثلا في جمع الأسبال في المدينة إلى آخره، ممكن تأهله مستقبلا أنه يكون شخص مرحب به في العمودية؟ طنجة تعرف أبنائها، تعرف أبناءها جيدا، من خدمها ومن خدمها بطريقة المغاربة كيقولوا خدمتك. فهي كتعرفهم بجوج، واللي عنده شي حاصلة الناس غتجازيه. فالمواطن إذا كنا كنأمنوا بالعملية الديمقراطية ينبغي أن نؤمن بأن المواطن حكم ما دامت العملية نزيهة. ممكن ما يؤسف الآن هو أننا في الحملة الانتخابية، صراحة في الحملة الانتخابية كين صراع سياسي وهذا طبيعي، كين تنافس سياسي وهذا طبيعي، ولكن أن تتنافس مع يعني مع المال هذا مشكل حقيقي. أن تجد أحزاب لا أثر لها إلا النقود ديال نظرك. من يستعمل المال في طنجة بصراحة؟ ما عنديش معطيات صحيحة دقيقة على شكون يستعمل، ولكن الناس عارفة شكون اللي كيخدم ب 200 درهم و 300 درهم في النهار، وفي الاخر النهار كيجي يتخلص لانه وزع الورقة. حنا يمكن ان نفتخر بان حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد في مدينة طنجة اللي في هذه العملية الانتخابية المناضلين ديالو كينوضوا في الصباح كيمشيو يوزعوا الورق لله في سبيل الله، يعني بدون مقابل. بالنسبة لاستعمال الأطفال، علاش كتستعملوا الأطفال؟ حنا ما أنا هذا السؤال هذا غريب. أنا صراحة أنا الإبنة ديالي عندها 13 عام، ما طلبتش منها. عندها 13 عام ما طلبتش منها، أو 14 عندها بالضبط، عندها 14 عام ما طلبتش منها أنها تنزل. هي ما اتصلتش حتى بيا، مشات لواحد العلاقة الصداقات اللي عندها مع مجموعة الشابات في حالها ديال 13-14 عام. هي في حكم الأطفال لأن ما بقى عملت 18 عام، وقالت أنا بغي نخرج. شنو المشكل؟ واش شفتوا أن نكرهوا الأطفال على أن يخرجوا؟ وكين أبن أكين أص أكين كين نساء معنا اللي عندهم أطفال 10 سنين 12 عام ما عندهمش مربيات، فمن كتخرج الحملة كتدي الطفل ديالها معاها فقط. أما شوف العدل والتنمية له من الشعبية وله من المصداقية وله من الكفاءات وله من الإمكانات ما تكفيه عن أن يستعين بالأطفال. أستاذ، شنو هي أهم الوعود ديال الحزب؟ شوف، احنا أرسلنا في الإدارة ديالنا أعددنا واحد الورقة سميناها مواصفات الخطاب الانتخابي والمحاذير ديالو، ورقة رسمية. قلنا لا يمكن أن نعد بما لا نستطيع أن نقوم به. حنايا ماشي حزب ديال الوعود الكاذبة. والشعار والنشيد الرسمي للحملة الانتخابية الوطني اللي خرج من طنجة بالمناسبة عندنا فيه كلام كيقول يعني ماشي حملة وغدا تسالي،
يسمعوه الناس راه موجود في اليوتيوب ماشي حملة وغدا تالي. هذه حملة مستمرة، عمل مستمر عندنا خلال السنوات كلها. احنا ما كنعطيوش وعود للناس يعني بما تيسر. احنا عندنا فريق قوي من خيرة الكفاءة ديال مدينة طنجة، الأبناء ديال مدينة طنجة أمضينا ساعات في الاختيار ديالهم وفق مسطرة دقيقة وقدمنا من أحسن ما نملك. طيب سؤال آخر، كتعتقد بأن الطنجاوة يثقون فيكم يعني في الحزب؟ احنا في منذ بدأت الانتخابات الحزب كيشارك فيها يبوئنا أهل طنجة مكانة معتبرة. في 2011 عملنا أن غوكور، عملنا رقم قياسي وربما من أوائل المدن اللي جبنا فيها من أكبر الأصوات، 43 ألف صوت في هذه الحدود، ما ضابطش الرقم بالضبط. وفي الانتخابات الجزئية اللي كانت انتخابات جزئية يعني صعبة، أنتم ما كتعرفوا الظروف ديالها، وحتى الجزئي دائما كيكون صعب لأن الناس ما كتكونش متحركة، فقاربنا 25 ألف صوت أو 24 ألف صوت، وهذه نتيجة استثنائية. وبالتالي فنحن عندنا أكيد أن أهل طنجة واثقون في العدالة والتنمية. واليوم في الحملة نزل وشوف المواطنين، الحمد لله دابا أمضينا تقريبا نصف الحملة، لم يأتي إلى الآن، إلى الآن لم يأتي لإدارة محلية أو الإدارة الإقليمية عضو من العدالة يشتكي في أن أحد من الناس أساء إليه، ما كاينش بإطلاق بجزم. ما جاش واحد جا وقال له مشي أنتم ما كتصلحوش وكذا، عموما يعني في أسوأ الحالات بين قوسين الناس يطرحون استفسارات وهي من حقهم، أسئلة مرتبطة بتدبير الشأن العام الوطني يعني التدبير الحكومي، أو لا أسئلة مرتبطة بقضايا اللي الناس عنده فيها إشكالات ويطلبون استضاحات. ولكن لا أحد يشكك في النزاهة ديال العدالة والتنمية، لا أحد يشكك في المصداقية ديال العدالة والتنمية، لا أحد يشكك في الكفاءة والأمانة والقوة ديال أبناء العدالة والتنمية. احنا بغينا هذا الإحساس العام اللي عند المواطن يترجم يوم التصويت بتصويت واسع بنتائج. بيني وبينك وباختصار، ما خايفينش من شي هزيمة؟ شوف أمام الجرار مثلا. شوف السياسة في حل الكرة تدخل المقابلة فيها التعادل والهزيمة والنصر، ولكن احنا واثقون في النصر ان شاء الله سبحانه وتعالى. سنكون الحزب الاول في مدينه طنجه وباصوات مرتفعه، والفرق بيننا وبين الحزب الثاني سيكون كبير وكبير جدا.